سلام البنات، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. في الفيديو تاعنا اليوم راح نديرو وصفه تاع مسكوتشو خفيف بالبزاف. بنات اللي مولف يتابعوني برك، واحد الملاحظات راح نخليهم لكم في اخر الفيديو باش ما نطولش عليكم في المقدمه. دروك غادي نديرو مع بعض الوصفه تاع المسكوتشو تاعنا. قلت لكم هذه الوصفه تجي خفيفه بالبزاف وبنينه. الحاجه اللي تميز هذا المسكوتشو انه يجي خفيف بالبزاف وهش، لانه هاد المسكوتشو بالذات لازم كي نقدموه مع المربى ولا شوكولاته الطلي، على عكس المسكوتشو اللي قدمتهم لكم من قبل واللي مازال راح نديركم. قلت لكم كاين وصفات تاع مسكوتشو ولكن ماشي كيف كيف. هاد الملاحظات راح نديرهم لكم في اخر الفيديو. اذا الان راح نبداو في الوصفه تاعنا ومن بعد نكمل لكم. اذا بسم الله، في الوصفه تاعنا راح نديرو مسكوتشو. هاد الوصفه بالذات تجي هشيشه بالبزاف، يعني كي راح تقطعيها راح راح تزيد تقطعيها بشويه باسكو راح تجي حشيشه بالبزاف. واش راح نديرو؟ درت 4 حبات بيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، درت رشه ملح طلعتهم مليح بالباتور، وهنا لازم لكم الباتور باش يطلع معكم مليح باسكو بالفويه راح تدي لك الوقت بالبزاف. اذا وعندنا كاس تاع 240 مللتر مولف نخدم به تاع ام وليد هذاك. نديرو كاس تاع السكر. بعد ما نطلعوا البيض مليح تاعنا مع الرشه تاع الملح نبقاو نضيفو في السكر غير بشويه. اذا ونعتذر على هذا الصوت تاع لي ميساج اللي يوصلني. اذا نخلطوا المليح البيض تاعنا مع السكر حتى يطلع مليح، نبقاو نضيفو في الزيت. بالنسبه للزيت عندنا كاس غير بوع زيت، وهنا نفس الكاس اللي نكيل به السكر هو نفسه اللي ندير به الزيت ونفسه الحليب. اذا بالنسبه كيما قلت لكم هنايا الباتور يعاونكم باسكو الباتور يعطيكم داك القوام الرغوي، وهنا معظم الكيكات لازم لها الباتور باش تنجح لكم. وهذه خطوه مهمه انك تخلطي البيض مع السكر حتى تحصلي على القوام هذا. كما تشوفوا الحجم تاع البيض ضاعف لي. اذا بعد ما ضفت السكر تاعي وخلطت مليح نضيف لافاني. بالنسبه هنا فقط انا حبيت نضيف ملاحظه، هنا لافاني ماذا بكم تشوفوا تاع الميزان تستعملوها باسكو تبان لي هي مليحه على الجو تاع لي ساشي. مولف انا نخدم تاع الميزان ولكن ما توفرتش عندي اليوم، دونك درت هادو تاع لي ساشي. تاع لي ساشي تاني مليحه ولكن الريحه تاع لافاني شوك تفتحوا الساشي ما تعطيكمش نفس الريحه كيما تستعملوا تاع الميزان. فوالا، وهنايا نضيفو كاس غير بوع تاع الزيت. هنايا غير بشويه كيما كنتو تشوفوا ضيفوا الزيت تاعكم غير بشويه، ما تضيفوش ضربه واحده. علاش ما نضيفوش مكونات ضربه واحده ما عدا الحليب باسكو القوام تخافوا ليه هو ودكم. وبالنسبه للحليب اللي غادي نستعمله غادي نديرو حليب دافي باش الكاطو تاعنا يعني ما يطولش باش يخمر لنا. فوالا، نضيف الزيت قلت لكم كاس غير بوع زيت، نضيفو على شكل دفوعات ولا ديرو كيما انا هنا راني مزيده السرعه تاع الباتور ونضيف فيه. هنا كيما لاحظتوا البنات القوام تاع الكيك تاعي، عفوا القوام تاع الخليط تاعي راه طالع. هذا هو السر تاع نجاح بعض الكيكات انك تستعملي الباتور يعني باش تطلعي البيض والسكر مليح، تحصلي على هذا القوام. القوام هذا هو البيرفكت يعني بيرفكت قوام. فوالا، كيما تشوفوا بنات انا خديت وقتي، انا نحب نخلط بالبزاف، وهاد التخلاط هو اللي يخلي القوام تاع الكيك تاعك يتجهش. فوالا، اذا هنايا نضيف النواشف. فيما يخص النواشف عندنا 3 كيسان تاع فرينه قلت لكم بنفس الكاس. عفوا، نضيفو كاس حليب. هنا الحليب تاعي راه دافي. فوالا، استعملوا لا ماغيز تخلطوا الحليب تاعنا. شفتوا القوام تاعي كيفاش راه طالع ما شاء الله. اذا ندمجوا الحليب تاعنا مع الخليط ومن بعد نضيفوا النواشف. بنات هنا فيما يخص الفرينه انا نستعملت الفرينه تاع كيس كبير هذاك، دونك تاع 25 كيلو هذاك اللي يجي. المهم اول ملاحظه نديرها لكم بلي لازم الفرينه دائما تغربلوها. هنايا جاتني 3 كيسان فرينه مضبوطين، 3 كيسان بنفس الكاس اللي عبرت به السكر والاخرين.
وبالنسبه للخميره عندنا كيسين وزن 10 غرام. اذا ما تنساوش تغربلوا الفرينه تاعنا باسكو الفرينه راهي جايه من الوزين و سا دي بونش نتلاقاو فيها. فوالا ضفت الكاس الاول. دونك هنا تحبي تضيفي كل كاس وحده ولا واشاك فوا تخلطي سينو ضيفيهم ضربه واحده كما انا غادي ندير ضربه واحده. هنا ما تهمش في كيفيه اضافه الفرينه كيما نتهم في كيفيه دمج النواشف مع الخليط تاعنا باسكو هنا هذه اهم مرحله باش ما يطيحلكش الكيك تاعك. الخليط تاعك باش بيضل محافظ على القوام تاعه كيما راه. فوالا هنا قلت لكم ضفت 3 كيسان تاع فرينه نغربلوهم مليح. هنا عمليه ادخال الهواء الفرينه هذه ضروريه. نضيف كيسين تاع خميرة حلويات وزن 10 غرام. بنات هنا الخميرة راهي مضبوطة راح يجيكم الكيك تاعكم يجيكم طالع. نقصي الخميرة ما لازمش نقصي الخميرة باسكو قلت لكم دائما في الوصفات كل زوج حبات بيض ديري معاهم كيس تاع كل زوج حبات بيض نديرو معاهم كيس تاع خميرة حلويات في كاع الوصفات. انا راني دايره 4 بيض كيفاش غادي نديرو 2 حبات تاع نديرو 2 اكياس تاع خميرة حلويات. صايب تخلط ممكن راكم تشوفوا بلا ما غيس تاعي شوف كيفاش راني ندمج في النواشف مع الخليط تاعي يعني بهذه الطريقه شغل دخلي لافارين بهذه الحركه شغل هكا من الاسفل للاعلى. شفتوا القوام يقعد هو هو. هنا لو كنت تستعملي الفوي وتبداي تخلطي بشكل عشوائي غادي القوام تاعك غادي يهود لك. فهمتوا كيفاش؟ دونك هذه هي العفسه باش تحافظوا على القوام تخلطي بهذا الشكل. بنات سمحوا لي هدرت بزاف. دونك انا دائما في الوصفات تاعي نحوسك باش نعطيكم كاع الملاحظات يعني بالتفصيل المهمل. فوالا وهنايا نجيب المول تاعي. دونك انا سرحت هذه المرحله موالف نديرها قدامكم دونك وليت نقص عليكم شويه. جبت المول تاعي مدور دهنته بالزبده ودرت الخليط تاعي ودرته في الوسط في الكوشه وهذه هي النتيجه. شوفوا الله يبارك زعما القوام تاعي طالع بالبزاف. الكيكه تاعي جاتني طالعه بالبزاف الحجم كبير بيان سور. دونك هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. واش درت انا قطعتها قطع صغار ومن الفوق درت لها سكر غلاسي وقلت لكم هذا النوع من الكيكات المسكوتو هذا يجي خفيف بالبزاف لازم تقدميه مع المربى ولا شوكولاته الطهي. اذا كما راكم تشوفوا هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم ان شاء الله تكون عجباتك. واذا كنتي اول مره تشاهدي الوصفه تاعي نتمنى انك تشتركي في القناه تاعي عبر الضغط على زر ابوني باش اي وصفه اي تدبيره اي حاجه نحطها في القناه تاعي توصلك. ونتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاعي وان شاء الله جربوها. كما راكم تشوفوا وصفاتي دائما نجيب لكم جديد والاقتصادي فقط يعني لي والم كاع البيوت. اذا نلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله.